أنا آسف على اللي حصل لك يا جميلة. عادي يعني، أكيد نوران نشرت الخبر في كل حتة. سواء نوران أو غيرها، مفيش حاجة بتستخبى. أنا سمعت إن العلاقة بينكم بقت أكتر من مخرج وبطلة. إذا كنت سمعتي من ليلى فأنت أكيد عارفة هي ممكن تقول إيه وتعمل إيه عشان توصل للي هي عايزاه. عموما هما الاتنين شبه بعض. سيبك منهم. أنت ناوية على إيه؟ هتطلق طبعا. هترجعي؟ أرجع فين بس يا شادي؟ ترجعي هنا. أنت مش شايف أنا عاملة إزاي؟ مش لازم ترقصي يا جميلة، ممكن تساعديني. عموما أنا لازم أمشي. مش محتاجة أقول لك إن أنت لو احتجتيني في أي حاجة أنا موجود. عارفة يا شادي، كتر خيرك.